ورا بعض كده هفرجك على اللي احنا قلناه في بدايه الحلقه، وهسيب حضراتكم انتوا تحكموا انتوا وتقولوا، يعني انتوا كحكام النهارده تقولوا لي هل دي تستحق البطاقه ولا لا. دي اول حاله معانا نشوف هنا. بس كابتن عادل جاوب انت، تستحق طبعا. خلاص احنا عرفنا طبعا تستحق يا كابتن علاء. طبعا. متفقين. ادي اول حاله نعد مع بعض، كابتن شريف اللي جايه وكابتن اسامه. الحاله بعد كده دي الفاول، كابتن شريف المخالفة اللي هي كانت على خط ال 18 دي اللي انا قلت كابتن اسامة دي بتاعت الهدف. تمام. ايه رايك فيها؟ كابتن ناصر هيجيبها. انذار. ادي ايه؟ ادي كده كام بطاقة؟ اثنين. اثنين. الثالثة. خلاص دي الثالثة. الثالثة اللي جاية. العادة ونشوف. على محمد عبد المنعم. يلا اديني العادة بتاعتها. العادة بتاعت محمد عبد المنعم. العادة القريبة هنا نفس المعيار، محمد عبد المنعم كان يستوجب بطاقة صفراء في الحالة الثالثة. طيب نروح بقى للحالة المهمة اللي احنا بنتكلم على المعايير الواحدة اللي بنقول لحكامنا لابد ان يكون عندك معايير واحدة. شفنا قبل كده، تسمح لي بس يعني هنقف بس قبل ما نجيب الحالة دي، قبل كده كان عبد المنعم في نهائي كأس مصر تم طرده. أيوة. مع بيراميدز. لاعب بيراميدز في الضرب من غير كره في الوجه. ايضا شفنا الشناوي طرد في حاله ضرب من غير كره في مباراه. النهارده انا بتكلم على هذه الحاله، ونشوف هنا نشوف الحاله اللي جايه ديت فين الفار في الحاله دي. يا كابتن ايمن ادينا الحاله من فضلك، لان هنا المعايير اختلفت يا كابتن ايمن. المعايير هنا اختلفت. هنا الكره اتنقلت، الحنفي هنا خلاص راح فين؟ راح مع اللعبه. صح. يبقى هنا الفار هنا موجود. ادي كوع بالشمال، ادي الكوع في الوش في الوجه، ثم بعد كده ايه اللي حصل؟ نشوف تاني. وباليمين، كوع باليمين وكوع بالشمال يا كابتن، نفس الحاله. هذا الحدث الحكم ما شافوش. الغريب ان الحكم بالمعيار، الغريب ان المخرج عدى يا كابتن. بالمعيار، بنفس المعيار اللي تم طرد فيه عبد المنعم الشناوي، هي نفس الحاله. يعني انا كنت اتمنى ان هنا الحكم ما شافش، ولكن كان الفار كان موجود كان يجب ان هو استدعاء الحكم. احنا بنتكلم يا جماعه مش معنى المباراه عدت يا كابتن عادل، لا، في اخطاء تحكيميه حصلت. وهنا دور الاتحاد الدولي والاتحاد الاهلي والقرارات وكله، ازاي بنعلم الحكام توحيد الحكام في القرارات، ده شيء مهم جدا جدا جدا. نروح للحاله اللي بعد كده اللي هي تسلل.